ايش هذا؟ اعوذ بالله ما كثر هالملفات كثره. انا ما ادري السكرتير اللي قبلي ايش كان يسوي، ايش كان يشتغل، ماني عارف. ايش معامله حق التوريدات في ملف جرد المستودعات؟ خوش نظام والله، انا اشهد انه خوش نظام وخوش شغل. خلنا نشوف الملف الثاني بعد لكم في شيء. خلنا نشوف، الظاهر هذا كله غرائب وعجائب حلوه ذي. ايش ملف الشركات الاجنبيه؟ يا سلام يا سلام يا ناس، عقل الاقل واحد يحل الراتب اللي ياخذ اخر الشهر، يشتغل بضمير، يشتغل بذمه، ما في اخلاص ولا في ذمه ولا في ضمير، اعوذ بالله. مين؟ ادخل ادخل تفضل. حسن انت فينك يا شيخ؟ صار لي ساعه وانا انتظرك هنا. هلا هلا مطرب، هلا والله اسف يا اخي زي ما تشوف. ايش هذا؟ ورا تلاقي لك كنز انت في الملفات هذه. لا كنز ولا يحزنوني يا ابن الحلال. الاخ السكرتير اللي قبلي ما نظمهن، والاخ الظاهر كان كسلان حيس ليان حوس. تصور يا اخ مطرب، اليوم من المدير العام طلب مني 3 معاملات، دورت عليهن دورت دورت ما لقيت ولا واحده. عجيب. اي والله العظيم. ليه؟ والله ما ادري اخونا بالله، هذا ما ادري ايش كان يسوي. حايس حوس وحاط مره. المهم يا حسن سمطة. وين المدير؟ مين المدير؟ ايه؟ المدير العام؟ ايه والله المدير العام اعتقد انه عنده اجتماع اليوم. اوف اجتماع. ليش؟ تبغى يعني؟ لا لا بس مجرد سؤال بس. والله لا سؤال ولا يحزنون يا اخ مطرب. صراحة انا شايف كل يومين هذولي ما انتبه على بعضك، شايفك كذا متغير. ما عادك على خبري. يا اخوي انت زين لك شيء ولا حاثن عليك شيء لا سمح الله؟ ترينا صديقك ورفيقك، وإذا أنا ما ساعدك الحين متى أساعدك يا مطرب؟ صراحة ما تقصر يا أخ حسن. الله يعيننا على هالدنيا بخير بس. حسن ما هو بموضوع البيت هو اللي مشغل من بالك. الظاهر إنه هو اللي مزعجك. فعلاً، موضوع البيت ما هو مزعجني وبس. موضوع البيت هذا حاس مريري حوس. حاسم مريرك؟ إي والله. أعوذ بالله. حاسم مريرك ليش يا أخي؟ يعني مو هو عاجبك البيت؟ لا هو عاجبني. وأزيد من بيت أبوي بس. المصيبة يا حسن 15,000، 15,000 أجيبها منين كل سنة؟ 15,000 تجيبها منين؟ أجيبها من المحل اللي جبتها من أول مرة يا مطرب. أول مرة جبتها دين على ظهري. راح أدينها الحين ناشب من بحلزي، يا إما أدفع فلوسه ولا يشتكيني. عجيب. شوف. اشتكي. طبعاً. حلو عجيب. شوف شوف اليسار هذا وش يقول فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا يا مطرب بينك وبينه 6 شهور ولسه 6 شهور ما خلصت يا اخي. اقرا اقرا زين. لقطت وزاد عليها 3 ايام بعد. ايش والله؟ اي والله. الله يا سرع الدنيا سرعه يا اخ مطرب. شوف الدنيا تدور بسرعه ما ادري انا. الايام تراكض مره سباق. الدنيا مثل عقرب الساعه ما يحس فيها الا الناس اللي حسبولها. المهم يا حسن وش رايك وش يسوي في موضوع هذا الرجال اللي نشوف حالزي يبغى فلوسه؟ والله يا اخ مطرب انت تعرف انك صديقي وعزيز علي، وانا ابى احاول اخدمك بقدر المستطاع. ذا الحين بروح اتصل بالراجل بالتليفون، يمكن احاول اقنعه انه يصبر او اتفق انا وياه على حل معين، وبعدين الموضوع هذا لا تهم من هم واتركه لي وانا اخلص لك اياه يا شيخ. والله تكفى شوف. اذا ما اساعدك الحين متى اساعدك؟ امسك وصلي. الله يرضى عليك، والله ما تقصر يا اخي. اصبر بس خلنا نفهم عليه ونشوف وش. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش الحكاية؟ هنا في نقص جامد. يمكن اكون انا غلطان، خليني اعيد الحساب مره ثانيه. الشيخ خليه يا بنتي، خليه قدامي كنت ساكته. تفضل يا اخي. اشرب الشيخ، اتركك دحين من الحساب. طيب طيب بس انا هنا شايف انه في مبلغ ناقص يا بنتي. خير يا خير. ايش حكايه جوزك؟ هو انخبر ولا عاد لعوايده؟ ايش هذا؟ عاد لعوايده؟ ايش تقصد بعاد لعوايده يا خير؟ اقصد ايه؟ اقصد كرمه الزايد اللي ماله لزوم. اقصد تصرفاته الفضوليه مع اصحابه. والله ما ادري خير ايش بيسوي، هو كل حاجه يحشر نفسه فيها. انت وين رحت يا عمر؟ اه شرف افتح له محضر خليه يقول لك منين جت اللخبطه دي. خليه يجي بس خليه يجي. اشوفك هنا. انت هنا ادور عليك هنا. هلا خالي. يا هلا وسهلا. تعال هنا من ورا. تعال حياك الله يا خال. يا مرحبا. وشلونك؟ اهلا اهلا. زارتنا البركه. تفضل اقعد. كيف الحال يا خال؟ اجلس اجلس. ايش هذا؟ ايش هو ذا؟ ايش الهرجه؟ ايش يا خال؟ يا ابني انت طلبت مني اني اساعدك في جرد الحسابات. ايوه. ويا دوب مسكت اول دفتر
وجد فيه نقص جامد بين عهدة الدفتر هذا وبين فواتير الصرف. عسى النقص مو كثير يا خال. عجيب، يعني انت بتتريق؟ شايفه كده اخذ الامور ببساطه يا ابني. بقول لك في فرق كبير. تقول لي ايه فرق كبير؟ يعني كم الفرق يجي؟ فرق يخليك في السجن 10 سنوات اذا ما سددته خلال المده القانونيه يا حسن. هي لعبه اولاد يا ابني ولا ايش؟ ما هي لعبه ولا شيء. الله يهديك ويصلح حالك. ايش يا خال؟ يعني كم الفلوس؟ حوالي 15000 ريال. 15000؟ ايوه 15000 ريال. 15 دول راحوا فين يا حسن؟ انت الحين كم مره اقول لك لا تدخلين في شغلي؟ كم مره اقول لك لا تدخلين في شغلي؟ يلا قومي قومي سوي الغدا بس وخلصينا. سمعت يا خالي؟ سمعته؟ كل ما اكلمه في حاجه تخص شغله يجاوبني كده. كل اجبته كلها ناشفه بدون سبب. انا مش راح ادخل نفسي. ايه معلش ان شاء الله ما تندم. ايه بسيطه، بس روح سوي الغدا وهين ان شاء الله. طيب دحين ايش الحكايه؟ قول لي فين المبلغ صرفته، فين حتى نحن نقدر نلف الامور يا ابني. طيب ما كان تصبر يا خالي، انت تطلع من الناس وفهمك المساله كلها بسيطه. صبرك شويه وهدي اعصابك وخليها بارده، وانا اقول لك وين راحت الفلوس وين جت. طيب يا ابني قول وتكلم وانا سامعك، بس انا خايف زي الموظف ذاك اللي انت فاهم عقبته ايش. الله يسامحك يا خال، هذه دقه. الحين انا يا خال اللي تربعتك واللي مين رضني؟ مش انت تبغاني اطلع زي الناس الثانيين؟ الله يسامحك يا خال. القصه وما فيها يا طويل العمر اني انا اتفقت انا زميلي في الشركه على خطه، وخطتنا تتلخص في انه اصبر يا ابو مسامح، انا مهلك علي، خليني بس اكمل كلامي. لا تكلم كمالك ولا تكمل كلامك كلها. انا عرفت قصدك خلاص يا وليدي. الحين انا احسبكم مناديني علشان تبون مني عماره ولا تبون قطعه ارض مثل هذه الارض اللي اخذتوها للمستودع ما ادري وشو، ولا تبون مني شقاق وادرك مر منادين علشان ولدي مقسوم هالعمر. لا اله الا الله، ما اكسى قلبك يا ابو مسامح. يعني دحين لك اكثر من 3 شهور ولدك ما شفته، ما انت عارف ايش الزمان سوى فيه يا ابو مسامح. يا ابو مسامح خاف الله يا ابو مسامح. يا ولدي يا ولدي ما هو يبيني، لو انه يبيني كان جاني هو بنفسه، لكن قلبه اسود قلبه اسود يا سعاده المدير، يبي يورثني وانا حي مقسوم العمر. لكن اسمع المهم اسمع يا ولد، تصدق عاد انه يبي يورثني وانا حي؟ اسمع دحين انا عارف انه وياه، عارف انه وياه السوده يا سعاده المدير. دحين خليك من هذا الكلام واسمعني. انت يا ابو مسامح هذا ولدك يا ابو مسامح، يعني تطرده من البيت تبغى يرجع لك ثاني يا ابو مسامح؟ هذا ابنك. لا ما هو ولدي ولا نبضه. لو انه تبين يروح اترضاه يا وليدي؟ تبين اروح احب راسه؟ الله يجعله يزعل ولا يرضى بالدبد. خوش والله. اسمع بس، تنتبون مني شيء للشركة، تبي تشترون ولا شيء اذهموا علي رقم البيت ورقم الدكان عندكم. فمن الله. مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله، انت زي ما انت، حب المادة يسرف دمك. الله يكفيك شر العواقب وبس. خرج الله لا يرد الغلا ولا كياله. بشر عساك حصلت نتيجة. يا سيدي حاولت معاه كثير، كلمته عن العواطف، عن بر الوالدين، كلمته عن كل حاجة، ما في فايدة أبدا. ما يتكلم إلا على الفلوس، ما يتكلم إلا على المادة، الفلوس دي في دمه. والأعوذ بالله، يعني أفهم من كلامك إنه الراجل يعني معدوم الإنسانية، معدوم العاطفة، عايش في دائفه في نفسه، ما هو داري عن الناس، ما هو داري عن المجتمع الخير اللي هو واحد منه. يا سيدي ولا هو داري عن أي حاجة أبدا. أقول لك اسمع مني. ها أنا عندي حل. هات. إنما حل على كيفك، بس يبغاله فرنكة ويبغاله اهتمام منك. يا سيدي انت عارف اني انا احب اسوي الخير حتى لو كان على حسابي. طيب اسمعني. هاي هات. ها بس يعني بس فاهمه ولا لا؟ انت مالك اللي من دول؟ كل ما اجي اكلمك في حاجه تخص عملك تشخط فيها كاني موظفه عندك. يعني مش تبغاني اسوي بالله؟ فاهميني. اسمعني كويس يا حسن، انا من حقي ابدي وجهه نظر. نعم لا يا شيخه. حسن من متى تبغى تروقها معايا ولا انا مستعده اروح لبيت اهلي؟ روح لبيت اهلك. انا ابغى افهم، ابغى اعرف بس انت ايش دخلك فيا؟ ايش دخلك في عملي في شغلي يا حسن؟ مستقبلك مستقبل وسمعتك سمعت. ليش ما تكون صريح مع نفسك يا حسن؟ صريح مع نفسي؟ ابغى اصير صريح مع نفسي زي ما تقولي. تفضل يا ست.
تفضل استريحي وخلينا نشوف ايش عندك. نبغى نصير صرحاء مع انفسنا. تفضل يا ستي. ايش يا حسن؟ لا تصرف سكتك بالناس، لانك اذا وقعت مش راح تلاقي حد حواليك يا حسن. وغير يا ستي، امس زارتنا موظف اللي عندكم في الحسابات. ام الموظف اللي عندنا؟ ايه، ام مطرب. ما ادري ايش فيها. كلمتني جي ساعة وشوية وقالت لي. قالت لي؟ عرفت ايش قالت لك؟ تبغاني اروح للرجال اللي اخذ منها ولدها فلوس عشان يحط اجار البيت. لا يا ستي، من جهة الموضوع هذا اطمئن. اولادني اني اشكرك واجد يا سعادة المدير. تفضل تفضل. لحظة يا ابو مسامح، بس اشوف المعاملة اللي معك. السلام عليكم. يا هلا مرحبا. شوية معاملات مستعجلة بس. ايه صباحك. الله يجزاك خير يا ولدي، نجزي الناس. يا الله طول عمره، لا تاخر احد. ونعم والله يا ليت اللي جنسك والي. والله يا ولدي. يا ابو مسامح اقول انا اشكرك واجد، واشكر بعد ذاك المدير اللي عينته بالفرع الجديد، اشكره بعد واجد يا ولدي، لانه بالحقيقه نجز شغلي ووقع اوراقي كلها، ومستعجل ما شاء الله ابد مثل البرق، وعطاني اياها كلها. الله يجزاك انت وياه بالخير. امين. لكن يا ولدي ابيك عاد تكمل معروفك وتحاسب راعي المحاسبة علشان يصرفون حقي بسرعه. لا 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 يا ابو مسامح، الا هذه انا ما اقدر اساعدك فيها ابدا، واسف جدا. وراك يا ولدي ما تقدر، عسى ما تبي من يدسم شاربك بعدين. لا 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 يا ابو مسامح، لا تغلط في الكلام كذا. ترى بعدين ها اجل وراك ما تقدر تساعدني. يا ابو مسامح، انا اقول لك الشخص اللي تبغاني اكلم لك هو هذا يصير ولدك يا ابو مسامح. انت نسيت انه ابنك موظف عندنا في الشركه ولا ايه؟ لا ما نسيت، بس ولدي وش دخله في المحاسبه؟ انا اقول لك ايش دخله في المحاسبه يا ابو مسامح. اي ولدك يا ابو مسامح. ايه. شاب كفو، شاب امين. ايه. ونشيط كمان، عشان كده احنا نقلناه في فرع الشركه وصار هو المسؤول هناك. ايه. اجل ما دام قروشي عند ولدي ابى اروح لمه وتفرك خشمه في فرق واخذ حقي منه. على مهلك على مهلك يا ابو مسامح، لانه ابنك مش موجود. هو موجود؟ وهو اشطاعون ما هو موجود يا ولدي. تم الساعة هالحين ها؟ ما هو موجود. امس على بس خذ نجيد، ما هو بس أنا طرت عليكم قلت مو تم الساعة ناظر، باجي حوالي ساعة ونص على الدوام. هو فعلا باقي على الدوام يا أبو مسامح، لكن ابنك مع الأسف ما بيداوم من يوم أو يومين أو ثلاثة كمان. اشطاعون ما يحزم، هو مريض مقروشي عنده. لا يا أبو مسامح، ابنك ما هو مريض، ابنك مسجون يا ابو مسامح. مسجون؟ ولدي مسجون؟ ايوه مسجون يا ابو مسامح. وش سجن عزا بعد؟ عزا هو مسوي سدى ولا سدى مثل ذاك الموظف الاول؟ لا يا ابو مسامح، ابنك ما هو زيك يا ابو مسامح، ابنك راجل امين، لكن انت السبب يا ابو مسامح. انا السبب؟ وش الحتوى يا ولدي؟ وش انا السبب؟ انا اقول لك. اي شوف يا ابو مسامح. اي ابنك متدين 15,000 ريال، والدين هذا عشان يسدد ايجار البيت. ايجار البيت؟ والله يا ولدي ما ادري وش 15 وايجار البيت، وش الحتوى؟ والله ما عرفت وش انت تقول. عموما انا مشغول شويه ولا اقدر اشرح لك الموضوع بالضبط. اي لكن ازهم لك السكرتير حقي حسن وهو يفهمك على كل حاجه، لاني انا باقي لي ساعتين على موعد الطياره. إيه؟ معليش انا استاذن ابو مسامح. حسن مسافر يا حسن؟ اي والله مسافر ان شاء الله. اي بالسلامه. شوف يا حسن. نعم. عمك ابو مسامح. يا هلا ابو مسامح. اشرح له كل حاجة عن قضية ابنه. وليهم. فاهم؟ وليهم. وبعد كذا خلص له المستخلص اللي عنده. ايه الله يجزاك خير. مع السلامة. بأمان الله. لا تبطل. ان شاء الله. ايه ترى الشركة بدونك ما تنفع يا وليدي. حياك الله يا ابو مسامح. حياك الله يا وليدي. وشلونك؟ الله يسلمك. اقول يا وليدي
وش موضوع ولدي وسجن وما ادري وش ودراهم وش الحزوة؟ موضوع ولدك يا طويل العمر ما اقترضته من البيت وراح سجل لي شقه ب 15,000 ريال. 15,000 ريال هذه طبعا راح دينها دين على ظهره، والان جرع الفلوس يبغى فلوسه، فولدك ما عنده شيء. فطبعا الرجل راح للشرطه وجاب له ورقه من الحقوق ودخله السجن الين يدفع ال 15,000 ريال. وانت زي ما انت عارف ولدك منين يجيب 15,000 ريال ابو مسامه؟ انا لله وانا اليه راجعون. على نفس جنت براكش هذا مثل اللي حفر عن مذبحه، الحين اطلعه من داري واقلعه ويحبس واجب احد ادفع عن هذه والله الورطه. وش السواد انا لله اقول لولدك سم يا ابو مسامه خذ المستخلص هذا مستخلص القروش اللي عندكم زين عطه يا ولدي المحاسب ايوه وخله امانه عنده وخذ منه قروش 15,000 ها ايوه وودها يا ولدي يدفع عن الولد وخلهم يطلعونه يعني ندفع عن ولدك 15,000 ريال أيوة. وانا لا جيت اخذ باقي المستخلص من عند المحاسب خلاص ولا يهمك أيوة. من عيوني سو معروف من عيوني ولا يهمك يا ابو مسامح ولا يهمك يا ابو مسامح هو صحيح بناخذ 15,000 ريال ردها خلاص الزره اللي لقينا ردها يا مطرب تعال يا رجال تعال يا رجال ابشرك الخطه نجحت ووافق ابوك ان نعطيه 15,000 ريال للرجال بالله العظيم والله مبروك طيب انا اشكرك يا حسن